عزيزي القمر، وأما بعد فإنني محشش وحبك بقلبي معشش، عبالي إجي زورك بس للصاروخ جحش. It has been 50 years since Apollo 8 achieved lunar orbit in 1968. The time has come for civilians to fly to the moon. In 2023, SpaceX will launch the world's first private lunar mission with its spacecraft, BFR. ليش ليعمل ملياردير مثل إيلون ماسك شركة مثل سبيس إكس يطمح من خلالها ياخد بشر لكواكب أخرى وأجرام سماوية بعيدة عنا مسافات هائلة؟ لأنه بيشوف أنه نحن كنوع بشري لازم يكون تواجدنا غير مقتصر على كوكب واحد فقط، لازم نكون مالتي بلانيتري سبيشيز، وشركته سبيس إكس ممكن تساهم بتطوير تكنولوجيا الصواريخ اللازمة لتحقيق هالرؤية. بس ليش أصلاً مهم السعي نحو تحقيق هالهدف بنظر إيلون ماسك؟ بيقول لك بأنه في وجهين للتفكير بالموضوع. الأول هو دفاعي، لازم نتذكر من التاريخ بأنه ممكن يصير حدث طبيعي أو حتى بشري، يمكن وارد بأنه ينهي الحضارة والحياة كما نعرفهما، وما بنعرف قديش المدة الزمنية طويلة بين امتلاكنا القدرة على أنه نعيش على كوكب تاني ولحظة وقوع حدث كوني بيهدد وجودنا. لذلك برأيه لازم نسرع قد ما فينا لنصير حضارة متعددة الكواكب. أما الوجه الثاني فهو إنه هالرؤية وهالصورة المستقبلية لبشرية تقطن عدة كواكب وأقمار هي شيء بيخلي المستقبل بيحمس، ويمكن بتحس إنه معه حق لما بتتخيل شوي كيف إنه بهالجيل عم نبلش نطلع على المريخ والقمر، والخطوة اللاحقة على كواكب أبعد، وبالأخير نروح حتى أبعد من حدود مجموعتنا الشمسية. حط هالصورة ببالك منيح، تخيلها فعلا وشوف الشفت النقلة يلي بتصير جواتك وبمنظورك للأمور. شوف الأفق الذهني تبعك كيف تحول وما بقاته بمكانه القديم. لاحظ كيف السيناريو بيذكرنا بأننا ننتمي للجنس البشري يلي دائما بده يستكشف ويخرج من الحدود الظاهرية ويغير تعريف المألوف ويوسع حدود الواقع وما هو ممكن، ويستمتع بين الفينة والأخرى بالتجول بمحيط المجهول. بالفعل هذا مستقبل كتير ملهم ومؤثر وبرسبكتيف شيفتينج، وبيخليك مثل ما بيقولوا تفتح عيونك بس تفيق وتكون متحمس للحياة. هذا الهدف من شركة سبيس إكس وفقاً لإيلون ماسك يلي من أولوياتها عمل صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، لأنه هالشي طبعاً بيوفر مصاري وموارد كتير، وبدونه ما في مستقبل حقيقي للسفر عبر الفضاء. تخيل مثلاً قديش رح تكون تكلفة بطاقة القطار لو أنه أغلب قطعه بتصير غير قابلة للاستخدام بعد وصوله لنهاية كل رحلة. شركة سبيس إكس بعد عدة محاولات فاشلة نجحت بإرسال أول صاروخ لمدار الأرض تقريباً مثل هاليوم اللي أنا عم سجل فيها الكلام من 10 سنين تماماً، 28 أيلول سنة 2008، وهيك كانت أول شركة خاصة بالتاريخ بتحقق هالإنجاز. الصاروخ هاد كان اسمه فالكن 1، كان صغير طبعاً ولا يمكن إعادة استخدامه، لكن بعد 10 سنين فقط كلنا حضرنا بال 2018 كيف هلأ هن بهالشركة قادرين يبعتوا صاروخ حجمه كبير لدرجة إنه يحملوه سيارة تسلا ويبعتوها تسبح بهالفضاء وعم يسوقها ستارمان. هذا الصاروخ تبع 2018 كان اسمه فالكون هيفي. وهلأ الكلام عن الخطوة القادمة المهمة كتير بطريق تحقيق تواجد بشري خارج كوكب الأرض، ويلي تتمثل بالصاروخ الجديد اللي اسمه BFR Big F***ing Rocket أو Big Falcon Rocket حسب مين تسأل. هالصاروخ طوله 118 متر، حجم جزء الحمولة منه رح يكون فوق 1000 متر مكعب، والصاروخ قادر على نقل حمولة أكبر من 100 طن بمسافة من هون للمريخ. لكن بيحكي لك إيلون ماسك أنه لو في مستودع تخزين وقود على المريخ ففيك على نفس الصاروخ تروح بعدين من المريخ للأسترويد بيلت أو لعند أقمار المشتري. تخيلك أنك رايح بالسيارة على مدينة بعيدة وعبيت بنزين بالمحطات على الطريق، فهيك لو هالقدرة متوفرة بكل قمر أو كوكب بيهبط عليه بيقدر هالصاروخ يعمل شي شبيه بقفزات عملاقة من كوكب أو قمر للي بعده لحتى يطلع خارج المجموعة الشمسية. هاد الهدف من BFR Interplanetary Transport System، نظام تنقل بين الكواكب قادر يطلع من الأرض لأي مكان بالمجموعة الشمسية مادام في مخازن وقود على الطريق.
مثل ما في شركات نقل تأخذ البشر بباصات بين المدن وشركات طيران تنقلنا بين الدول والقارات، سبيس اكس تطمح لتكون يوما ما شركة تأخذ بشر بين الكواكب والأقمار. وعلى فكرة ما بس سبيس اكس عم تشتغل على الموضوع، لا بل في منافسة. شركة بوينغ مثلا يلي انت غالبا سمعان عنها كشركة تصميم وصناعة طيارات، تعد بانه اول انسان رح يوقف على سطح المريخ رح يصل لهنيك على متن صاروخ من صنعها هي. هدول ما دول، هدول شركات عم يتنفسوا وعمين بيوصل البشر على المريخ بالاول. وعسيرة المريخ، إيلون ماسك نشر من اسبوع تقريبا على تويتر هالصورة لتخيل مبدئي لقاعدة على المريخ، وكتب جوابا على تساؤل احدهم انه بيتوقع تحقيقها فعليا بسنة 2028. المستقبل مبهر أكثر مما نتصور، بس مبدئياً الرحلة القادمة للبي اف ار للصاروخ الكبير اللي حكينا عنه من شوي يلي رح يكون فيها ركاب بشر رح تكون وجهتها للقمر يلي صرنا زمان ما زرناه كبشر. بس قبل ما نوصل بكلامنا عن هالرحلة، الواحد يمكن يتساءل من وين بتجيب الشركة المصاري لتشتغل على هالمشاريع من الحجم الهائل جداً هذا. طبعاً في كتير تفاصيل بالجواب، بس رح نحكي على كم سيناريو من باب إعطاء الأمثلة. تخيل إنه أنت شركة ضخمة مثل الفيسبوك مثلاً، وعندك مشروع بيتطلب بانك تحط قمر اصطناعي بالمدار. بتروح لعند شركه سبيس اكس بتقول لهم بدنا نستاجر صاروخ من عندكم لنحمل عليه هالساتلايت هالقمر الاصطناعي. طبعا هذا اذا حبيت تتجاهل اللي صار بال2016 لما الفيسبوك وكلوا سبيس اكس بهيك مهمه. الشركه كمان بتنفذ مهمات نقل حموله من الارض لمحطه الفضاء الدوليه الاي اس اس، وهالتعامل بين ناسا وسبيس اكس صار له ماشي هالشكل من كم سنه، حتى انه السنه الجايه ناسا رح تبلش تستخدم صواريخ سبيس اكس لنقل استرونوتس لنقل رواد فضاء لمحطة الفضاء الدولي. فهالعقود مع جهات ضخمة مثل ناسا أو شركات كبيرة مثل فيسبوك بتجيب لهم معمولة لسبيس اكس، وفي خطط مستقبلية لمصادر دخل أخرى مثل مشروع ستار لينك اللي هو عبارة عن مجموعة أقمار صناعية بهدف تحقيق نظام إنترنت فضائي بال 2020. لكن مصدر الدخل الآخر اللي بيشكل محط اهتمامنا اليوم هو السياحة القمرية، وأول زبون خاص للشركة هو الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا. بيطلب من الناس ناديلو ام زي، وهو ملياردير صاحب أكبر بسطة ثياب باليابان، بسطة على الإنترنت طبعاً. هو صاحب الموقع يلي بتتم عليه مبيعات الألبسة الأضخم بكل اليابان. الضخم هون هو حجم المبيعات مع حجم الألبسة. هو موسيقي وكان يعزف درامز ومهتم عموماً بالفن لدرجة عالية، ومعروف عنه بأنه مستعد يصرف مبالغ كبيرة كرمال يشتري القطع الفنية يلي بتعجبه. لكنه هلأ بده يصرف مبالغ كبيرة كرمال يختبر ويعيش تجارب ذات طابع ملهم ويمكن فينا نسميه فني. فمن كم سنة بكل شجاعة وفقاً لوصف إيلون ماسك راح الملياردير ام زي لعند سبيس اكس وقال لهم أنا بدي أطلع برحلة على أحد الصواريخ اللي عندكم حول القمر. فيك تحذر أنه ما زعلوا أبداً من هالاقتراح، وبعد عدة تعديلات على الفكرة قرروا بأنه هالرحلة تكون بالصاروخ القادم يلي حكينا عنه البي اف ار، بحيث يكون الحجم كبير وكافي لياخد عدد أكبر من الناس. قام ام زي ما بس اشترى مكان إله هو بالرحلة، بل اشترى كل الأماكن المتاحة بحيث ياخذ معه مجموعة من الأشخاص يشاركون الرحلة مثل ما رح نشوف بعد شوي. لكن خليني أقول لك ليش الشيء اللي عمله الملياردير ام زي رائع. أول شيء هو لما بيدفع مبلغ كبير لهيك رحلة بيكون عم يساهم بشكل كتير مؤثر ومهم باستمرار عمل سبيس اكس على أول صاروخ بهالحجم قابل لإعادة الاستخدام وقادر على نقل هالعدد من الناس بين الكواكب، وبالتالي التمهيد لمستقبل تكون فيه السياحة الفضائية من هالنوع شيء متاح للبشر. السبب الآخر يلي بيخلي هالرحلة رائعة هو إنه هالشخص اشترى بقية الأماكن بالرحلة لأنه قرر ياخد معه مجموعة فنانين مجاناً. بفيلم كونتاكت الشهير يلي مأخوذ من كتاب للعالم كارل سيغن، بطلة الفيلم يلي كانت عالمة اسمها إلينور، بعد ما انسحبت عبر وورم هول وصارت بمجرة تانية ومأخوذة بالجمال ومذهولة كلياً بالحالة يلي عاشتها ولقت حالها عاجزة عن التعبير عن شعورها بهديك اللحظة، قالت كان لازم يبعثوا شاعر، على أساس بأنه الفنانين هن يلي بيعرفوا يتشربوا الروعة حواليهم وجواتهم ويحولوها لعمل فني قادر يوصلنا الجمال وينقلنا عدوى مشاعر الإلهام والروعة. على ما يبدو الملياردير الياباني ام زي بيتفق مع هالمنطقة عموما، وأعلن بأنه رح يكون معه على متن البي اف ار من 6 لـ 8 فنانين من مجالات فنية مختلفة، رح يختارهم بنفسه ويطلعوا معه مجاناً، وكله أمل أنه هالرحلة تحفز خيال كل هالفنانين ليبدعوا أعمال خالدة وقادرة على تنبيد هالإلهام يلي عاشوه بالفضاء لبقية البشر عبر الأعمال الفنية يلي رح توحى لهم بهالرحلة. Yeah, no pressure. يمكن أنت سمعان من قبل بمصطلح The Overview Effect
اللي يستخدم لوصف النقلة الإدراكية اللي صارت مع بعض رواد الفضاء لحظة رؤيتهم لكوكب الأرض من بعيد. بتصور أقرب شيء لهالأثر ممكن نكون عشناه أنا وياك، كوننا غالباً لسه ما بعدنا على الأرض كتير، يعني هو المشاعر اللي انتابتنا لما حضرنا وسمعنا المقطع الشهير تبع العالم كارل سيغن Pale Blue Dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. فبشكل شبيه بيحكي لنا MZ انه بيحب القمر كتير من لما كان صغير، وانه هالشي اللي بيضوي بالسما كان دايما مصدر الهام لكتير من الناس عبر التاريخ، فاكيد ما راح يفوت فرصة بانه يقرب منه اكتر. واهم من هيك انه ما بده يعيش هيك تجربة رائعة لوحده. That would be lonely وفقا لتعبيره، وهو ما بيحب يكون alone، لذلك يختار ان يذهب للقمر مع فنانين. بيحكي لنا كيف انه بيتساءل يا ترى شو كان طلع مع بيكاسو ومايكل جاكسون وغيرهم من الفنانين اللي بيحبهم لو انهم طلعوا بهيك رحلة وشافوا القمر عن قريب. I can guess one of them would have moonwalked. هاد هو مشروع Dear Moon. لسه ما اختار MZ مين الفنانين اللي رح ياخدهم معه، لكن غالبا رح يكون في رسام ونحات وعازف موسيقي ومخرج افلام ومصور ومصمم ازياء ومعماري. Really. Fashion designer or architect. بعكل حال ما رح يلاقي معماري مع وقت. وأعلن لاحقاً على تويتر بأنه دير مون رح يشهد أول أنثى بتسافر على القمر. Try to beat that in your next date. الخطة أنه بـ 2023 هالمجموعة من الفنانين رح يكونوا أول civilian astronauts، أول رواد فضاء مدنيين، سياح بالفضاء، ناس طالعين على الفضاء ما لأنه عندهم مهمة بتخص قمر صناعي أو تجربة علمية أو لإثبات تفوق مقدرات دولتهم التكنولوجية على غير دول، لا، رحلة سياحية وبتضم بشر من جنسيات ودول متعددة رايحين يستوحوا إبداع فني جديد. بخصوص أدق تفاصيل المسار فلسه ما تم تحديده واعتماده بالضبط، لكن عموما راح تكون مثل ما أنك شايف. وإيلون ماسك فكرته أنه الصاروخ يقرب كتير من سطح القمر بعدين يبعد قدر الإمكان ليصير الصاروخ بأبعد نقطة ممكنة عن الأرض بحيث أنه حتى القمر يبين صغير شوي. تخيل المشهد بأنك شايف القمر كتير قريب والأرض وراه صغيرة وبعيدة، بعدين بلف الصاروخ ليرجع على الأرض بشكل مهضوم ومثير للاهتمام. الصاروخ عليه زعانف، فلما بيرجع على الأرض وبيدخل الغلاف الجوي هي الزعانف حتكون كل الوقت خلال هالمرحلة عم بتحاول تصد الهواء بحيث هي وجسم الصاروخ يخففوا سرعة السقوط قدر الإمكان، بشكل شبيه باللي بيعمله الشخص أثناء القفز المظلي، عم يوقع على البطن كل الوقت هيك لحتى يصير بنقطة كتير قريبة من الأرض، عندها بيعدل وبيصير بوضع عمودي وبيعمل الهبوط. الرحلة رح تستغرق حوالين الخمس أيام. تخيل بس من كمية سنة، من بضعة قرون فقط، شو أقصى مسافة كان بإمكان إنسان يقطعها بخمسة أيام؟ تخيل هلأ أنه بفضل العلم وتراكم المعرفة البشرية وحصيلة عمل مجموعة من العقول الحالمة بالعالم اليوم، في خطة جدية بأنه بعد خمس سنين من اليوم مجموعة من الأشخاص رح يطلعوا مشوار لفة حول القمر ويرجعوا. طبعاً قبل هالشي رح يتم إطلاق الصاروخ بدون بشر على متنه بعدة رحلات اختبارية test flights ذات مستويات متدرجة من الصعوبة إن صح التعبير للتحقق بأنه كل شيء رح يمشي تمام، مع العلم بأنه إيلون ماسك واضح وواقعي جدا حول أمرين مهمين بهالسياق. أول شيء بأنه المهمة خطيرة فعلا بكل ما تحمله كلمة خطيرة من معنى، لكن طبعا هني رح يعملوا كل ما يمكن فعله لأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحتى يمشي كل شيء بشكل سلس. والأمر الثاني هو أنه تاريخ 2023 هو الموعد في حال الخطة عموما مشت بشكل سموث وما كان في مفاجآت كبيرة، لكن مثل ما صار معهم سابقا بعدة صواريخ الأمور بالحقيقة ما بتمشي بهالبركة دايما، والواقع بيفرض نفسه وممكن يأخر هالموعد وما في شيء مؤكد 100%. وهلأ لقلك شوية بونس فاكت إذا بتحب. MZ دفع داون بايمنت اوريدي، يعني دفع سلفا مصاري عربون لشركة سبيس اكس، مع العلم بأنه في تكتم حول المبلغ المدفوع أو المتفق عليه والجماعة ما حابين يعلنوا. لكن لأخذ العلم لما سأل إيلون حول تكلفة الصاروخ ككل قال بأنه صعب تقديرها بالضبط حاليا، لكن تقريبيا رح تكون شي 5 مليار دولار. ولاحقا قال بأنه هالتقدير طلع معه لأنه بيعرف بأنه أكيد ما رح يطلع أكثر من 10 مليار ولا حيكون أقل من 2 مليار. هالمبلغ يلي يبدو كبير كتير بشكل مطلق يعتبر صغير لمشروع من هذا النوع لما بناخد بعين الاعتبار مقدرات الصاروخ ومدى قابلية إعادة الاستخدام يلي رح يحققها وقديش بتكلف الصواريخ عموما. وعلى فكرة رح يكون في مساحة كبيرة بهالصاروخ مناسبة لرحلة بمدة طويلة،
وبيقول ماسك بأنه رح يكون في مساحة مخصصة للزيرو جرافيتي فن، للتسلية يلي ممكن يختبرها الإنسان بدون جاذبية. وكمان شغلة، هو بيشوف بأنه لازم يصير في بيس قاعدة على سطح القمر، وبيحلم بمستقبل يصير في رحلات دورية على القمر، وبأنه يوما ما يكون بيقدر الواحد يجمع مصاري شوي ويطلع رحلة على القمر. بل مثل ما بتعرف لسه أحلامه أكبر وأكبر من هيك، وبده يبعث ناس على المريخ ما بس على القمر. على فكرة بآخر آخر جواب على أسئلة الصحفيين بالإيفنت تبع إعلان مشروع دير مون، بيقول إيلون ماسك بأنه ممكن يطلع معهم بهالرحلة يلي عم نحكي عنها حول القمر سنة 2023. وعلى هالسيرة، قناة ريبلز هلأ تقريباً رح يصير عمرها 5 سنين. بتمناها تكون لسه موجودة بال 2023، يعني تعيش لسه 5 سنين لقدام، وإني نزل مئات الفيديوهات من هلأ لوقتها على القناة. هاد شيء أنا أكيد كتير بتمناه، لكنه عن جد لسه ضمن إطار المشروع الحلم أكتر ما أنه واقع. وأنا بعرف بأنه ثقافة الدعم المادي للمحتوى ما كتير درجة عنا، بس يعني بالدعم اللي إجا لهلأ أنا قدرت بوش ثرو وأعمل لهلأ هاد الفيديو رقم 102. بس إذا ما زاد عدد الداعمين استحالة إني أقدر كمل شغل على القناة بهالوضع، وعن جد كتير القناة بحاجة دعمك لتستمر. فإذا مهتم وبإمكانك تدعم بأي مبلغ كان، زور patreon.com/ripples أو اضغط على المربع بنص الشاشة. وشكرا لوقتك ومتابعتك على كل حال، وبشوفك بالحلقة الجاية. سلام.